اليوم إن شاء الله حنسوي رولز بدنجان بالموزاريلا. المكونات اللي حنحتاجها: بدنجان مقطع بالطول، شرايح نحيفة، موزاريلا. حستخدم نوعين موزاريلا، النوع الأول اللي يجي فرش في أكياس مع موية، والنوع الثاني اللي يجي بلوك زي كده من قسم الأجبان اللي بالكيلو. ريحان فرش، ملح، بارميجان، وعندي هنا مارينارا صوص عملتها من بدري، فلفل أسود وزيت زيتون. بالنسبة للمارينارا صوص ممكن تستخدموا لو حابين أي صوص جاهز أو صلصة البيتزا العادية اللي أنتوا تستخدموها. بالنسبة للبدنجان ممكن تقطعوه بالسكينة أو ممكن تستخدموا الماندلين، بس انتبهوا على أصابعكم، أنا اليوم جرحت نفسي. يفضل أنكم أنتوا تثبتوا البدنجان بهذه الأداة اللي تيجي معاها، بس أنا ما استخدمتها فعشان كده انجرحت. المهم نتبل البدنجان بملح وفلفل أسود. وحبخه بزيت زيتون. ممكن لو ما عندكم بخاخ الزيت ممكن تستخدموا هذه الفرشة، تحطوا زيت زيتون شوي وتدهنوها كويس من الجهتين. فأنا خلصنا الجهة الأولى، نقلبها على الجهة الثانية ونكرر نفس الشيء. نتبل بملح وفلفل أسود ونرش زيت زيتون شوية. ممكن تقلوا بس شرايح البدنجان وعلى طول تستخدموها، بس حتصير مرة دسمة الأكلة، خصوصا أنه فيها بارميجان ونوعين موزاريلا، فالأفضل أنه نرشها بزيت زيتون ونحمرها. سخنت المقلاية على درجة حرارة عالية، حضيف البدنجان. مرة مهم أنه البدنجان يدبل قبل ما نحشيه بالموزاريلا، لأنه لو ما دبل ما حنقدر نلفه كويس. ونكمل باقي الكمية بنفس الطريقة، يتحمر على الجهتين. أول حاجة سويتها أخذت شوية من المارينارا صوص ونحط في قاع الصينية اللي حنرص فيها رولات البدنجان. بعد كده ناخد شريحة من البدنجان اللي شويناه، وناخد شريحة جبنة موزاريلا وورقة ريحان، ونلف زي كده ونرص في الصينية. كل ما كانت حبة البدنجان أطول كل ما ساعدكم هذا الشيء في اللف. بعد ما لفيت باقي الكمية حاخد من المارينارا صوص وحغطي الوجه بالصوص. بعد كده حبشر من البارميجان تشيز كمية كويسة، وآخر حاجة نبشر من الموزاريلا. نتأكد انه الوجه تغطى كويس بالموزاريلا. طبعا ممكن تستخدموا الموزاريلا اللي تجي مبشورة جاهزة، بس هذه تعطي نتيجة افضل، هذيك تكون ناشفة. بعد ما خلصت ححط الصينية في فرن مشغل من تحت على درجة حرارة 350 فهرنهايت او 180 درجة مئوية. Thank you.